وشوطنا الثامن الخاص مشاهدينا ومتابعينا الكرام بالزمول المهجنات الأصايل هنا من هجنة أصحاب السمو الشوق في هذه الانطلاقات والتحديات المسائية. نسير معكم هنا بالانطلاق، نسير من التحدي، نسير مع الواصل المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ومتابعة خالد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي من يتابعه على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني اتجاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن ثعيلي بالهايري ينطلق على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث سلهود سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم من الجانب الآخر يتسلل بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع، وعلى المركز الرابع شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. وفياتينا هنا خامسا لسمو الشيخ محمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سهيل بن مبارك ومرخان لقتبي من ينطلق هنا خامسا. وسادس المراكز ياتي هملول على المركز السادس، وكذلك هملول سابعا وهجن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللوهيبي، بينما المركز الثامن عنتر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيق الرميفي من ينطلق هنا على المركز الثامن. المركز التاسع ياتي شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وكذلك عاشرا شاهين هجن العاصفة وغياث الهلالي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بالتحدي والمنطلقة بالإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى هنا الواصل المنطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول. الواصل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ومتابعة المضمر خالد بن المر بن حلوة الاكتبي من ينطلق بصدارة وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين في المركز الثاني هجن العاصفة مع غياث الهلالي المركز الرابع، والمركز الثالث عفوا شاهين من الجانب الآخر هجن الرئاسة، وكذلك هملول هجن الرئاسة وعلي بن يمي اللوهيبي في المتابعة. المركز الخامس ياتي شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ثعيلب الهايري، وعلى المركز السادس. المركز السادس ياتي وافي على سادس المراكز في هذا الانطلاق والتحدي هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ومتابعة المضمر هنا أيضا في التضمير سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي. المركز السابع ياتي شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الثامن سلهود في المركز الثامن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة في التضمير من ينطلق هنا ثامنا. المركز التاسع عنتر ياتينا على المركز التاسع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمعة بن عتيج الرميفي. أما عاشر المراكز خداع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبيد بن حمد بن شيلان المري في تضمير. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز العشرة بانطلاقات وتحديات هذا المساء. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط وإلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة، وشاهين من غير على الصدارة. شاهين هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي من انطلق بصدارة وبالمركز الأول. المركز الثاني ياتي الواصل على المركز الثاني، وهنا بانطلاقة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مالك الواصل هنا بقيادة المضمر خالد بن المر بن حلوة لجتبي. وافي من ياتينا على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان لجتبي. هملول من ينطلق على المركز
الرابع وكذلك المركز الخامس هملول هجن الرئاسة وعلي بن يمي اللهيبي في المتابعة في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. سادس المراكز شاهين في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومتابعة أحد شباب الهباب عبد الله بن ثعيل بالهايري من يتابع أبو سهيل على المركز السادس. سابع مراكزنا والانطلاقات والتحديات هنا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يأتي على المركز السابع، بينما المركز الثامن وصل خداع على ثامن المراكز ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبيد بن شيلان المري في التضميره، والمركز الثامن عنتر على المركز الثامن لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان مع المضمر يمعى بن عتيج الرمي في من ياتينا هنا تاسعا. والمركز العاشر سلهود في المركز العاشر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة في تضمير من يأتي بهذا الانطلاق وبالتحدي المميز. هذه هي النتائج المراكز العشرة الأولى. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التحديات، نعود إلى الإثارة، نعود إلى الانطلاق وإلى التغيير الذي طرى وجرى على صدارة على المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا في هذه اللحظات متعب وافي من غير على صدارة، وافي من غير على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع أبو مبارك السهيل بن مبارك ومرخان لقتبي، ومن الجانب الآخر أرى هملول 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 بدأ يتسلل هجن الرئاسة علي بن يمي اللهيبي في تضميره الواصل، واصل أيضا بتحدياته الواصل هنا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم خالد بن المر بن حلوة لقتبي في تضميره شاهين من الجانب الآخر سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم عبد الله بن ثعيل بالهايري وصل خداع وصل خداع 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 يخدع الجميع هنا بتسللاته خداع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع عبيد بالشيلان المري عمدة المضمرين، وأرى عنتر شن سيف عنتر في هذه اللحظات سل سيف أيضا واتجه إلى المراكز الأولية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان مع يمعى بن عتيج الرميثي، ولكن لنا عودة إلى صدارة هملول وخداع في هذا الانطلاق والتحدي. هملول وخداع هملول هنا على الصدارة وعلى المركز الأول، هجن الرئاسة الظافر علي بن يمي اللوهيبي خداع في المركز الثاني، ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم العمدة عبيد بن شيلان المري في التضمير. الله 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 التحديات الأخيرة هملول وخداع خداع وهملول الله 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 خداع هملول هملول خداع، ولكن هملول هو الأقرب للفوز. خداع يحاول الله الله هملول خداع خداع هملول هملول خداع من الفوز من الناموس. اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة هملول خداع خداع هملول الله اللحظات الأخيرة لمن الفوز ولمن الناموس. الله نترك الاثنين نترك الاثنين هناك نتابع هنا المركز الثالث الواصل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وافي ووصل رابعا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم شاهين في المركز الخامس سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ونعود مع مخرجنا هنا واللقطات الأخيرة، وأظن أن هملول هو الأقرب للفوز الأقرب للناموس في اللحظات الأخيرة. نعم مع مخرجنا هنا أيضا أبو عدنان أو محمد صبري من يتابعوننا 9:36 ثلاثة من أجزاء من الثانية توقيت هملول. تهانينا هجن الرئاسة تهانينا للمضمر علي بن يمي اللهيبي، بينما المركز الثاني هنا أيضا سلام مشاهدينا الكرام 9:36 أربعة من الأجزاء من الثانية تهانينا لخداع فوز خداع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهانينا للمضمر هنا عبيد بن شيلان المري. أما من وصل على المركز الثالث فكان مشاهدينا الكرام الواصل 9:41 ثلاثة من الأجزاء من الثانية تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا خالد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي تهانينا والناموس.
أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية، أمسية الكبار وهجني أصحاب السمو الشيوخ، انطلاقة سليمة لشوطنا التاسع وبداية الجولة الثالثة في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات المثيرة. الشوط التاسع شوط خاص بذلل المحليات الأصايل في هذا الانطلاق المباشر في هذه